طبعا لما هسمع منكم اكيد هستفاد اكتر، واكيد هنغير ونعدل طبقا للرؤيه بتاعتي. احنا الاساس في الموضوع ده ان احنا في كل منطقه او في كل محافظه تقريبا من محافظات مصر انشا ما يسمى شارع. بعض الناس قال شارع 56 وبعض الناس يعني بقى له مسميات كتيره. الغرض منه ان هو بيعتبر متنزه للناس، يغنيهم عن الاسعار العاليه جدا اللي هي كانت موجوده في المولات لما طلعت المولات في القاهره وبعض المحافظات واسكندريه والجيزه وبعض المحافظات. فاتعمل في داخل كل مول ما يسمى الفود كورت اللي هو ساحه الاكل يعني او مكان الاكل، بحيث المولات دلوقتي الحديثه بيبقى محل اماكن للشراء والتسوق، واماكن لو انت بتشتري وبتتسوق وعايز تقعد وتاكل لقمه ولا حاجه اماكن للاكل، وبتبقى مجمعه كلها في منطقه واحده اللي هي اللي زي ما قلنا بتسمى الفود كورت. احنا على نفس المنوال ده تقريبا كانت الفكره اللي يعني فكرنا فيها، ان هو احنا نعمل مكان في داخل مدينه العريش يسمى برضو الفود كورت بتاعنا، وبحيث ان هو مفروض هذا المكان اذا كان يعني في الحاجات الحديثه المولات الحديثه وكلام من ده بيعملوا مكان للتسوق والناس تلف فيه وتيجي تقعد تاكل في مكان، فاحنا برضو نفس الوضع ان احنا اخترنا المكان اللي فيه اهم الشوارع التجاريه في مدينه العريش. وطبعا زي ما انتم عارفين شارع 23 وشارع 26 يوليو من اكبر الشوارع، وهم تقريبا يعني زي ما بنقول كده وسط المدينه او الداون تاون بتاع مدينه العريش هو هذه المنطقه.